اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان النهارده الجو هيكون حر على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهيكون شديد الحراره على جنوب محافظات الصعيد، والطقس هيكون معتدل على وسط سيناء والسواحل الشماليه الغربيه والشرقيه. بالليل الجو هيكون لطيف على القاهره الكبرى والوجه البحري ومائل للبروده على السواحل الشماليه ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. النهارده كان في شبوره مائيه على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه وسط سيناء. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل اكتر من دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بيك. يعني يا دكتور، في النهارده تحسن في الاحوال الجويه، امبارح القاهره سجلت 34، النهارده بتسجل 30، عايزين حضرتك تطمنينا على حاله طقس اليوم وتعرفينا كمان هل الانخفاض ده مستمر معانا الاسبوع ده ولا هيكون فيه ارتفاعات؟ بالفعل استاذه ليندا، اليوم هنشهد تحسن في الاحوال الجويه، انخفاض طفيف في درجات الحراره مقارنه بالامس بحوالي قيم من 3 لـ4 درجات، لان اليوم بالفعل العظمى على القاهره الكبرى متوقع تكون 30 درجه مئويه، لان معظم الكتل الهوائيه اللي هنبدا نتاثر بها هي كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، فتساعد على انخفاض درجات الحراره خلال فتره النهار. الطقس بالفعل خلال فتره النهار هيكون ربيعي من مائل للحراره الحاره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات سواحلنا الشماليه وسواحلنا الشمالية الشرقية وبعض المناطق كمان من شمال الصعيد وجنوب سيناء. ده طبعا خلال فترات النهار. أيضا خلال فترة النهار الطقس هيكون معتدل الحرارة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، هيظل شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا زي خلال فترة النهار ومع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. خلال فترات الليل احنا بدأنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الليل، العظمى على القاهرة او الصغرى على القاهرة سجلت 21 درجة مئوية خلال فترة الليل، يعني بدأنا نشعر بالطقس اللطيف خلال فترات الليل على اغلب المناطق الجمهورية فيما عدا سواحلنا الشمالية. الطقس خلال فترة الليل بيشهد يعني طقس مائل للبرودة خلال فترات الليل، بالإضافة كمان أن الظاهرة الجوية اللي بتبقى مؤثرة علينا في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية هو وجود طبعا الشبورة المائية اللي دايما بتظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض الرؤية الأفقية أحيانا، لكنها شبورة مائية خفيفة بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يبقى كمان طبعا في الساعات المتأخرة من الليل يعني تقريبا على الساعة 3 الفجر وبتبدأ في التلاشي على الساعة 7 الصبح. يعني الآن رؤية على اغلب الطرق تكاد تكون متحسنه على اغلب الطرق وما اثرتش تماما على حركه المرور، بالاضافه كمان ان اليوم متوقع يكون في نشاط للرياح على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب سيناء، ده طبعا خلال فتره المساء بعد فتره الظهيره يعني تقريبا في ساعات المغرب. نشاط الرياح ده هيساعد شويه على احساسنا بالاجواء الربيعيه اكثر وتلطيف الاجواء. متوقع استمرار هذه الاجواء، يمكن كمان غدا هيكون في انخفاض كمان في درجات الحراره درجه على القاهره الكبرى، يعني متوقع غدا تكون 29 درجه مئويه الى يوم الخميس، يعني احنا متوقعين استمرار الاجواء ما بين ال 30 وال 29 الى يوم الخميس القادم. من يوم الجمعه تبدا تدريجيا درجات الحراره ترتفع وتوصل ل 32 درجه مئويه، ذروه الارتفاعات هتكون يوم السبت القادم وتكون 35 درجه مئويه، ده طبعا على القاهره الكبرى، لكن محافظات شمال وجنوب الصعيد هتشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة من يوم الجمعة القادمة، وهتوصل فيها العظمى على محافظات جنوب الصعيد ل 44 درجة مئوية. طب يا دكتور، السواحل الشمالية وتحديدا الإسكندرية يعني بتسجل معدلات شتوية النهاردة، يعني درجة الحرارة في الإسكندرية النهاردة حوالي 25، هل ده تأثرا بموجة من أوروبا ولا إيه السبب؟ بالفعل يمكن المحافظات السواحل الشماليه كلها واغلب المناطق المطله على البحر المتوسط ما بين ال 25 وال 26 درجه مئويه خلال فتره النهار، خلال فترات الليل ما بين ال 17 وال 18 درجه مئويه، لانها بتتاثر بكتل هوائيه شماليه غربيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا طبعا بالبحر المتوسط، فده بيساعد على انخفاض درجات الحراره. وخلال فترة النهار أحيانا بيشهدوا كمان تكاثر لبعض السحب اللي بتأدي لحجب بعض أشعة الشمس، فده بيساعد أكتر على الإحساس بالأجواء الربيعية المعتدلة
خلال فترة النهار. خلال فترات الليل الأجواء هتكون أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل، فممكن سواحلنا الشمالية يشعروا ببعض البرودة خلال فترات الليل. طب حضرتك يا دكتور اتكلمتي من شوية عن الشبورة المائية الموجودة معانا النهاردة وما كانتش الحقيقة ما أثرتش في حاجة ولا أدت لانخفاض الرؤية، هل الشبورة الموجودة الأيام اللي جاية كمان نفس النظام؟ أو بالفعل يمكن هي شبورة الأيام دي عشان دايما كده نسب الرطوبة ما ارتفعتش في الجو، فنسب الرطوبة لما بترتفعش في الجو فده ما بيساعدش على تكون الشبورة المائية، خاصة كمان إن في بعض الأيام خلال فترة الصباح بنشهد نشاط للرياح، فده كمان أيضا ما بيساعدش على إن الشبورة المائية تكون شبورة مائية كثيفة. الشبورة المائية مستمرة معانا غدا وبعد غدا بإذن الله، لكن مش هتكون بالشكل الكثيف اللي احنا كنا بنشهده في فصل الخريف أو في فصل الشتاء. هي شبورة مائية هتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لكن مفيش منها قلق ومفيش منها تأثير على حركة المرور بإذن الله. طب وبالنسبة لنشاط الرياح اللي هيكون موجود الأيام اللي جاية، هيكون رياح عادية مش مثيرة للرمال والأتربة؟ يعني هو اغلب نشاط رياح الى الجمعه القادمه باذن الله، لان هو اغلب نشاط رياح في الجمعه لحد يوم الجمعه اللي جايه هيكون قادم من على البحر المتوسط او حتى شمال شبه الجزيره العربيه، فمفيش منه قلق او فمفيش منه اي اثاره للرمال والاتربه. لكن طبعا احنا لسه في فصل الربيع، وارد جدا نتاثر ببعض المنخفضات الخمسينيه اللي تؤدي ل طبعا يعني اتربه ورمال مثاره، لكن ان شاء الله يعني لمده اسبوع قادم او لمده خلينا نقول 4 ايام جايين ان شاء الله مفيش اي قلق من إن شاء الله. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي تعالوا مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 30 والصغرى بتسجل 18، الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18، مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 16، سيوة العظمى 31 والصغرى 21، بورسعيد العظمى 24 والصغرى 18، دمياط العظمى 25 والصغرى 17، الإسماعيلية العظمى 29 والصغرى 19، والسويس العظمى 28 والصغرى بتسجل 18. هنروح للعريش العظمى فيها 26 والصغرى بتسجل 17، طابة العظمى 30 والصغرى 18، سان كاترين العظمى 24 والصغرى 12، شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 25، الغردقة العظمى 35 والصغرى 24، الفيوم العظمى 33 والصغرى 19، بني سويف العظمى 32 والصغرى 20، المنيا العظمى كمان 32 والصغرى بتسجل 19. هنروح لأسيوط العظمى فيها 33 والصغرى 20، سوهاج العظمى 37 والصغرى 21، قنا العظمى 38 والصغرى 23، الأقصر العظمى 39 والصغرى 23، أسوان بتسجل أعلى عظمى النهارده وهي 41 والصغرى 25، الوادي الجديد العظمى 38 والصغرى 23، شلاتين العظمى 35 والصغرى 21، وأخيرا حلايب العظمى بتسجل 32 والصغرى بتسجل 21. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وهدير عشان يكمل بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك. شكرا لك يا ليندا.